أسعد الله أوقاتكم طلبة الأعزاء متابعي قناة مدارس الجنان الدولية. أهلا بكم طلبة الصف السابع الأساسي. اليوم سنتناول درسا جديدا من دروس اللغة العربية. درس اليوم الجر بالإضافة. الأهداف: أولا أن يقرأ الطالب أمثلة الدرس قراءة جهرية سليمة، أن يتعرف الطالب إلى معنى الإضافة، أن يميز الطالب بين المضاف والمضاف إليه، أخيراً وليس آخراً أن يستنتج الطالب قاعدة الدرس. نقرأ ما يأتي ونلاحظ الكلمات التي تحتها خطوط. نلاحظ أن الكلمات الملونة والتي تحتها خطوط في الفقرة السابقة جميعها أسماء، فكلمة حياة جاءت مجرورة بحرف الجر على، وأضيفت إليها اسم ظاهر بعدها، والكلمة التي أضيفت هي الفرد لتصبح حياة الفرد. وكلمة عنصر جاءت خبراً مرفوعاً وأضيفت إليها اسم ظاهر بعدها، والكلمة التي أضيفت هي الإنتاج لتصبح عنصر الإنتاج. القاعدة: الإضافة إضافة اسم إلى اسم آخر بعده يتمم معنى ويكمل معنى، إضافة اسم إلى اسم آخر بعده لكي يتم المعنى ويكتمل المعنى لدينا. يسمى الأول مضافا ويعرب حسب موقعه في الجملة، ويسمى الثاني مضافا إليه ويعرب مضافا إليه مجرور. فالمضاف دائما يعرب حسب موقعه في الجملة، سواء كان مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به. أما الثاني يسمى مضافا إليه ويعرب دائما في جميع الأحوال مضافا إليه مجرور. فاليوم سنأخذ حالتين من المضاف إليه. الحالة الأولى عندما يكون المضاف إليه اسما ظاهرا، وفي هذه الحالة نسميها المضاف إلى معرفة. والحالة الثانية عندما يكون المضاف مبني، أي يكون ضميرا متصلا بالكلمة. المضاف إليه يكون أولا مجرورا، ثانيا في محل جر. يكون مجرورا عندما يكون المضاف إليه اسم معرب، في محل جر عندما يكون المضاف إليه اسم مبني. وتحدثنا في الفصل الدراسي الأول عن الاسم المبني والاسم المعرب. نأخذ المثال الأول عندما يأتي المضاف إليه مجرورا. نقرأ المثال: حديقة المدرسة جميلة. هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، فكلمة حديقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماذا أخبرنا عن الحديقة؟ أخبرنا عنها جميلة، فكلمة جميلة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن ماذا عن كلمة المدرسة؟ المدرسة هنا جاءت في هذه الجملة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جاء المضاف إليه هنا لإكمال ولإتمام، ليتم معنى الجملة، معنى الجملة. فبدون كلمة المدرسة لا نعرف ولا نعلم بأي حديقة من، هل هي حديقة المنزل، حديقة البيت، حديقة الجامعة. فجاءت هنا كلمة المدرسة لإتمام المعنى، فهي أضيفت إلى الكلمة السابقة ليتم ويكمل المعنى. فكلمة المدرسة هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نلاحظ طلبة الأعزاء أن حديقة جاءت اسم نكرة، بينما المدرسة أضيفت إلى معرفة وهي كلمة المدرسة. المدرسة هنا جاءت معرفة، فكلمة حديقة نكرة والمدرسة معرفة. هنا المضاف حديقة نكرة والمضاف إليه المدرسة جاءت معرفة. فهنا هذه الحالة التي تحدثنا عنها سابقا المضاف إلى معرفة، فكلمة المدرسة هنا جاءت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحديقة هي المضاف وتعرب حسب موقعها في الجملة وأعربناها سابقا مبتدأ مرفوع. ثانيا
أن يكون المضاف إليه في محل جر، وفي هذه الحالة يكون المضاف إليه من مجموعة الأسماء المبنية. نأخذ المثال: دعا المؤمن ربه. فكلمة ربه، الهاء في كلمة ربه ضمير متصل، تعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. القاعدة: إذا اتصل الضمير باسم قبله يعرب في محل جر مضاف إليه. عندما يتصل الضمير باسم قبله يكون إعرابه دائما في محل جر مضاف إليه. فالمضاف إليه يكون في حالتين: الحالة الأولى يكون مجرورا، والحالة الثانية في محل جر. يكون مجرورا عندما يأتي المضاف إليه اسم معرب أو اسم ظاهر، ويكون في محل جر عندما ويكون المضاف إليه في محل جر عندما يكون ضمير. نماذج إعرابية. المثال الأول: إكرام الوالدين واجب. هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ إكرام والخبر واجب. إكرام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الوالدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، لأن هذا الاسم مثنى يجر بالياء. فهنا كلمة الوالدين جاءت لإتمام ولإكمال معنى الجملة، فجاءت هنا مضاف إليه مجرور، وكلمة إكرام هي مضاف وتعرب حسب موقعها في الجملة. الجملة الثانية: دعا المؤمن ربه. المطلوب إعرابه إعرابه الهاء في الهاء ضمير المتصل في كلمة ربه. الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن لو طلبت منكم حل تدريبات الدرس وإرسالها لي عبر نور سبيس، أنتظر أن ترسلوا لي الإجابات. وإلى اللقاء طلبتي الأعزاء.